أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: الحكومة تعترف بطول أجل استرداد مصاريف العلاج وتكشف عن تدابير لتسريع معالجة الملفات. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسى وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بأن معدل أجل تعويض المؤمنين داخل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي لا يزال مرتفعا مقارنة بالأجل الاستراتيجية التي يطمح الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي لتحقيقها بمعية مختلف التعاضديات. وفي ردها على سؤال كتابي من أحد فرق المعارضة بمجلس النواب حول التأخر في إرجاع مصالح العلاج، كشفت فتاح أن ارتفاع الأجل يعود أساسا لزيادة عدد الملفات التي يتم معالجتها، حيث ارتفعت من 3.3 ملايين ملف في عام 2006 إلى 5.9 ملايين ملف في عام 2022. ومن أجل تقليص الأجل اللازمة لمعالجة الملفات الواردة عليه، ذكرت فتاح أن الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ عدة إجراءات، من بين هذه الإجراءات تطوير منصة إلكترونية تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي من صحة خاصة، مراكز علاج السرطان ومراكز تصفية الكلي من تقديم طلبات التحمل عن بعد والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية.